التقى وزير الأوقاف أسامة الأزهري بعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال مع نواب البرلمان من خلال عقد لقاء دوري للاستماع لمطالب أهالي دوائرهم وغيرهم والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بكل ما في الوسع والإمكان. أكد وزير الأوقاف على سرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب ودراستها، وذلك من خلال المختصين، والعمل على تنفيذ حلول مناسبة وسريعة وناجزة لها.